بيتحكموا. السؤال الثاني إنه هل صحيح إنه أغلب العلماء أو الأطباء أو المدرسين أو اللي في الجامعات هل فعلا معظمهم ينكر هذا التعليم، التعليم الكتابي؟ تفضل دكتور ناجي. طيب بخصوص تفضل بخصوص انه ناس اسف الناس دائما بتقول طيب ما هو اغلب المتعلمين او المثقفين لا يؤمنوا بوجود الله، هل هذا صحيح؟ لا، ده مش صحيح بالمره، ده انطباع خاطئ تماما. على فكره اكبر العلماء اللي عملوا فرق في تاريخ العلم كلهم كانوا علماء كتابيين بيؤمنوا بالله الخالق، يعني فاراداي مثلا وباستير وناس كتيرة قوي، إسحاق نيوتن، كل الناس اللي عملوا حاجات عملاقة قدروا يدرسوا الطبيعة، لأن في قوانين للطبيعة، وعشان تكون في قوانين لازم يكون في مصدر بيعطي هذه القوانين. فعلشان كده كان كلهم بيؤمنوا إن في إله خالق، عشان كده قدروا يدرسوا الطبيعة ويطلعوا لنا النتائج الممتازة دي. مش كل العلماء ملحدين، بالعكس في عدد كبير جدا جدا منهم بيؤمنوا بالله الخالق، بيؤمنوا بكلمة الله الصادقة الكتاب المقدس. طبعا في لسه من الأسماء الكتيرة أنا مش هقدر أذكرها دلوقتي، ناس معهم PhD اللي هي درجات الدكتوراه في التخصصات المختلفة في الفلك وفي الفيزياء وفي الجيولوجيا، وهم أصدقاء ليا وعندهم درجات علمية من جامعات علمية محترمة، ولكنهم طبعا بيؤمنوا بالله الخالق، لأنه البديل إنك تؤمن بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. الصدفة ما تعملش حاجة.